الحب لا يعرف العادات والتقاليد. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ماريا. الحب لا يعترف بجنسية ولا حد ولا حدود ولا جواز سفر. الحب عالم آخر، كوكب آخر، يصلح لجميع الأجناس والأطياف والألوان. الحب لا يمنعه أحد. الذي يريدك سيصل إليك ولو كنت في المريخ. دعوا عنكم الاعتذار، الحب أقوى قوة دافعة للوصول للمحبوب، فدعوا عنكم الكذب. شكرا لك.